ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية السورية قصفت مستودعا للذخيرة تابعة للإرهابيين في خانشخون بريف إدلب شمال سوريا، يحتوي على أسلحة كيماوية وصلت من العراق. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كيناشنكوف، حيث أوضح أن أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خانشخون مشابهة لتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب. من جانبها، نفت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها استخدامها مواد كيماوية أو سامة في بلدة خانشخون بريف إدلب، مؤكدة أنها لم ولن تستخدمها في أي مكان. إذن مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد حسين الوائلي، الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. السيد حسين، أهلا بك. في البداية، كيف رأيت هذا المؤتمر الدولي الوزاري حول دعم سوريا؟ يعني هو مؤتمر دولي يعني برعاية الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، يعني الهدف هو حث مجموعة الدول التي تخلت عن التزاماتها والإيفاء بتعهداتها إزاء الأزمة السورية من الناحية الإنسانية. الاتحاد الأوروبي يريد في هذا المؤتمر أن يحث مجموعة الدول خصوصا قطر وكذلك الدول التي منخرطة بشكل مباشر جدا بدعم المجموعات المسلحة وكذلك بإثارة الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يريد أموال من أجل أن يكون هناك حل لهذه الأزمة الإنسانية ولمخيمات اللاجئين التي تتواجد على الأراضي الأردنية وكذلك في مصر وكذلك في الداخل السوري أيضا. فالآن هناك مباحثات ونقاشات اليوم تجري على مستوى وزراء وعلى مستوى وزراء خارجية وكذلك على مستوى رئاسة الوزراء بالنسبة إلى دول أخرى، من أجل أيضا أن تكون هذه الدول يعني قادرة على الالتفات إلى مجموعة أمور مهمة جدا، وهي أنه صراع يجب أن ينتهي على أقل تقدير من الناحية الإنسانية. نعم. طيب سيد حسين، يعني من خلال قراءتك ومتابعتك لكلمات وزراء الخارجية وبالتحديد العرب، هل بالفعل هناك نية للدول العربية لمساندة سوريا، إن كان في استقبال اللاجئين أو حتى إمدادهم بالمزيد من المعونات للنازحين في الداخل السوري؟ يعني على ما يبدو حتى اللحظة هناك رفض من مجموعة دول، وهذه الدول هي ترفض أن تشارك أو تساهم بدفع الأموال، على الرغم من أنه هذه الدول هي تعاهدت مسبقا في مؤتمر لندن في الشتاء الماضي. فبالتالي هناك حقيقة إشكالية في كيفية الدفع والمساهمة. يعني في مؤتمر لندن يقولوا بأنهم سيشاركوا وسيساهموا بشكل مباشر بدفع أموال إلى هيئة اللاجئين وكذلك الأمم المتحدة، والآن بعد يعني مؤتمر لندن من شباط حتى الآن لم تدفع هذه الدول، خصوصا الدول التي هي تعهدت برفع شعار أصدقاء سوري، قطر وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت ومجموعة دول عربية أخرى. لا أعتقد بأنهم سيستقطبون مجموعة من اللاجئين. الآن التركيز هو كله على أولا الجانب السياسي، إيجاد حل للصراع السياسي وكذلك الإنساني. نعم. إذا شكرا جزيلا لك السيد حسين الوائلي، الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شكرا لوقتك معنا.